المنتدى العالمي لحقوق الإنسان هي واحد الفرصة، الفكرة اللي كانت وأنه مناسبة للتداول للتحاور لتبادل التجارب الفضلة والممارسات الفضلة بخصوص نقول الديمقراطية وحقوق الإنسان. الدول سواء بإفريقيا أو أمريكا اللاتينية هي دول ناشئة في مجال الديمقراطية، وبالتالي هي في حاجة كذلك إلى تبادل التجارب بخصوصها والتحاور والنقاش حولها والاستفادة من التجارب دول أخرى. فإذن هذه هي الفكرة الأساسية. ثاني حاجة، طبيعة الحال شاركنا في 2013، نظمنا المنتدى العالمي سنة 2014 في مراكش. منذ تلك الفترة كان من المنتظر أن يتم تنظيم اللقاء للأرجنتين في 2016 لأسباب ليست مهمة اليوم الانكباب عليها، يتم التحضير أو التنظيم هذا المنتدى اليوم سنة 2023. طبعا الحل خلال هذا طلبوا منا الزملاء في الأرجنتين بنقولوا تنظيم منتدى ما قبل المنتدى العالمي اللي غادي نقولوا يعبئ قارة والقارتين معا الأمريكية والإفريقية في هذا المنتدى. وبالتالي أظن بأنه كان حضورا للمجلس الوطني قوي انطلاقا من هذا منذ 2013 إلى اليوم، وكذلك من دوره لتنظيمه للمنتدى ديال الرباط ديال فبراير الماضي والنجاح الكبير الذي عرفه من حيث التواجد ديال المستوى العالي ديال المشاركين. بطبيعة الحال المشاركة ديال المغاربة وديال الجمعيات أو ديال المؤسسة الوطنية أو كذلك البرلمانيين كانوا موجودين. أولا هناك كانت مواضيع عندها أهمية كبيرة بالنسبة لنا سياسيا في بالنسبة للمغرب من حيث القانون الدولي أو القانون نقولوا ديال حقوق الإنسان والمنظومة الدولية. كانت بطبيعة الحال كانت هناك إشكالات ديال القانون الجنائي الدولي في متابعته لإعمال التوصيات، كانت العدالة الانتقالية والذاكرة، وكنا يعني المجلس عن طريق ممثليه كانت هناك نقول فكرة واضحة جدا تم استيعابها وتم الاعتماد، هي أن العدالة الانتقالية هي تجارب بالأساس أمريكا اللاتينية وأفريقيا، لكن التنظير لها وإعمالها ضمن القالب المفاهيمي هي بالأساس ليس من دول الجنوب، من دول الشمال. وبالتالي كانت هذه الفكرة بأنه علينا أن كذلك أن نمتلك ليس فقط التجربة، ولكن أن نتعامل مع التجربة لتطويرها كمفاهيم وكنظريات للإعمال الديمقراطية. طبيعة الحال كنعرفوا بأنه الهجرة الإشكالية ديال الهجرة أو الحق في الهجرة، هذا يمكن نقول بأنه دول الجنوب عندنا تجارب جيدة ونخدع كدول سواء بأمريكا اللاتينية والإفريقية للتقييم الدولي والكوني، لأنه أغلبية هذه الدول هي مصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وحماية ديال العائلات ديالهم بالمقارنة مع الدول التي نقول تستقبل المهاجرين خاصة في الدول الأوروبية. فإذن هذه الفكرة لازالت منذ الرباط لازالت تأخذ مسارها، بمعنى أنه نحن أصحاب نقول المنظومة الدولية فيما يخص التطوير ديال حماية الحقوق ديال المهاجرين فعليا، ولكن كذلك من حيث الاجتهادات الدولية والمنظومة الدولية في تفاعلها من حيث توسيع حقوق ديال حماية المهاجرين. طبعا الحل كانت الفكرة الأخرى كذلك وأنه ومن الرباط بدأت، وأنه اليوم المهاجرين سواء في دول الشمال يتعرضون نقولوا حملات ولممارسات تمس بكرامتهم سما للونهم أو لدينهم أو لمعتقداتهم ولثقافاتهم. فإذا هذه الحملات تأخذ طريقها ما بين القارتين، نتمنى أن نتوصل إلى عمل مشترك على المستوى
المتعدد الأطراف، وهذه هي رسالتنا إلى الدول اللي التكتل على مستوى ديال المهام المتعددة الأطراف الأمم المتحدة، يكون فعلا هذا الصوت قائم انطلاقا من هذه النقاشات التي عرفتها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالرباط وفي بوينس آيرس. طبعا الحل التغيرات المناخية بنفس المنطق، وكانت انطلقت من الرباط بأنه نحن بدول الجنوب سواء بأمريكا اللاتينية أو بأفريقيا نحن نستهلك أو لنكون الحلقة الضعيفة في هذه الإنتاج الـ CO2 من طرف دول صناعية كبرى. يعني إفريقيا لا تنجز إلا حوالي ما بين 3-4% من CO2، بينما الدول الأخرى عندها يعني تتجاوز ما بين 20-40%. فبالتالي نحن ضحايا هذه التغيرات، وبالتالي كانت الفكرة من الرباط وجبناها لهنا كذلك، وأنه التغيرات المناخية ليست فقط مسألة تقنية مالية كما تم النقاش، وخاصة خلال الكوب ديال 26 أو الكوب ديال 26 بأنه فقط ما هو الصندوق الذي سيتم إحداثه، وتم إحداث هذا الصندوق بمقدار من الموارد المالية لنقل مساعدة الدول التي تستهلك واللي هي ضحية ديال هذا التغيرات. بالنسبة لنا هذه التغيرات المناخية هي كذلك إعادة النظر بشكل جذري في نمط الإنتاج، في نمط الحياة، وفي نمط الوفرة، في تدبير الوفرة التي هي متوفرة في الدول الشمال والتي نحن لا نعيش هذه الوفرة، ولكن نؤدي ثمن الوفرة التي يعيشها الآخرين.